Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chef la prépa. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chef la prépa. Activez s'il vous plaît ce titrage pour pouvoir suivre avec nous cette recette de thé. Ce sont des tartelettes noisettes ganache prestige. قبل ما ندوزو سيداتي الوصفة ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك، ما تزابيش القناة، شجعي القناة بلايك بارتاج بوضع تعليق، و شاركي القناة مع الأصدقاء تاعك في قنوات التواصل الاجتماعي. هاد التورتات هي تورتات تتمتاز بمذاق رائع، وهي تورتات دواز أتاي بامتياز، سهلة في المراحل تاعها، تتكون من 4 مراحل بسيطة، يكفي التركيز باش تنجح معاك سيدتي الوصفة. ندوزو نشوفو المراحل هاد التورتة كالتالي. غادي نبداو ان شاء الله تحضير هاد الدوازتاي اللي هي طرطولات نوازيت غاناش بمرحلة الزين، اي بديك النوازيت اللي تتبان لك سيداتي كاراميليزي اللي محطوطة فوق لا غاناش. الكمية تاع الخليط اللي غادي نخلطو ان شاء الله هي كمية غادي تعطينا 70 طرطة. اذا احنا محتاجين 70 نوازيطة، واللي غادي نكرملو بالطريقة اللي تتشوفي قدامنا سيداتي. وباش تكرمل احنا محتاجين الكمية تاع السكر. اذا غادي ندوزو نشوفو المراحل اللي غادي نحصلو فيها على هاد النوازيطة مزينة بهاد الطريقة اللي فيها لوبيك، اي فيها واحد القمقوم. ندوزو ناخذ عدد حبات البندق بعدد حبات التورتات، والبندق تنذكر هما نوازيت، ندخلهم الفران يسخنوا لنا شويه وياخذوا اللون شويه كيف تشوفي معايا سيداتي على الصوره، نقشرهم من القشره تاعتهم، وناخذ العويد تاع السنان يكون نقي بطبيعه الحال، وندخلوه في كل حبه من التحت بحيث القمقوم تاعها يبقى من الفوق، وندخلوه غير بشويه بلا ما نهرسو الحبه، حطوه جانبا. ناخذ سيداتي السكر بودره نديروه في مقلاه تكون من الاحسن ما تتلصقش كيف تشوفي معايا، ونديروه فوق النار طبيعه الحال. هذه المرحله لان تنخدموا فيها السكر نردو البال، ونديروه فوق النار يطيب حتى ياخذ الشكل اللي تتشوفي معايا، اي اللون بني. ثم ناخذ البندق اللي احنا ملصقين في عويد السنان، نشدوه من جهة العود، نميلو شي شوية الكسرونة، ونبداو ندخلو البندق أي النوازيت في السكر اللي هو مكرمل، وتنجروه غير بشوية باش يكون لينا داك الخويط. لصقوه في واحد البوليستير لأنه خصو ينشف هاد السكر وهو مدلي، وتنحصلو على النتيجة اللي فوق التبصيل قدامك سيداتي، ونحتفظوا بها الى الاخير للتزيين. ندوزو سيداتي لمرحلة الفون دي طاخت. هاد المرحلة فهي صابلي داخل فيه بودرة اللوز، وداخل فيه الكاكاو المر من النوع الممتاز. بالنسبة لسبعين فون دي طاخت صغيرين كيف الشكل اللي تتشوفي معايا، فاحنا محتاجين المقادير التالية، وهي مية وخمسين غرام زبدة العبار بحرارة المطبخ، 75 غرام تاع سكر كلاسي، 25 غرام تاع بودرة اللوز تكون مطحونة مزيان، 1 بيضة كاملة، 25 غرام تاع الكاكاو المر من نوع الممتاز، قبصة الملحة، 1 معلقة صغيرة تاع لاباط كراميل وتتكون موجودة في الأسواق أو عند الناس اللي تيعطيو هاد لوازم الحلويات، 1 معلقة صغيرة تاع الفاني بودرة، و 250 غرام تاع الطحين من نوع الممتاز.
واحد الاناء سيداتي او واحد القصعه كيف تتشوفي معايا سيداتي، تنديرو السكر بودره البيضه الملحه والزبده، تنبداو نخدموهم باليد تاعنا كيف تتشوفي معايا حتى ينسجموا لينا. تنزيدو بودره الكاكاو، بودره اللوز، بات كراميل والفاني، ونسجموهم مزيان حتى يتخلطوا مزيان كيف تتشوفي معايا سيداتي، الخليط مخلط مزيان. ثم تنبداو نزيدو الطحين شويه بشويه، مي تنزيدو الطحين ما تندلكوش نهائيا لان الصابلي ما تيتدلكش. تنجمعو المقادير كامله كيف تتشوفي معايا ونديروهم في واحد البلاستيكه وندخلوهم للثلاجة ترتاح على الاقل ساعه باش الزبده تشد راسها. هاد البات صابلي سيداتي يمكن نخدموها بعد ساعه، او الا ما عندناش الوقت نخبعوها في الثلاجة 48 ساعه عاد نخدموها، او الا ما كانش نهائيا عندنا الوقت يمكننا نحتفظوا بها في المجمد حتى يكون عندنا الوقت ونجبدوها ونخليوها ديكونجولا، وديك الساعه نشكلوا بها التورته تاعنا. بعد ما ترتاح لاباط صابلي في الثلاجة ديك الساعه اللي قلنا، تنخرجوها وتنطلقوها ما بين جوج بلاستيكات، يعني تناخذوا القياس اللي حنا بغينا نخدموا به ونطلقوه اما في قلب شي بلاستيك غذائي او بين جوج البلاستيكات، حيت ما خصناش نضيفوا ليها نهائيا طحين باش ما يتغيرش التركيب تاعها. ثم تناخذوا الاطار اللي غادي ناخذوا به هاد الطورطات اللي هو القطر تاعو 4 سنتيم والعلو تاعو 2 سنتيم. تنطلقوا العجين تاعنا على 3 مليمتر ما نفوتوش هاد السمك، وتنبداو نقطعوا اقراص من العجين تنلبسوهم لذاك لو سيركل اللي عندنا الكادر اللي هو 4 سنتيم تاع القطر تاعو، تلبسوا ليه لو فون تاعو، تنقطعوا باندا بالطوله الداخليه تاعتو وتلبسوها ليه وترقوه، تنحاولوا يكون عنده نفس السمك في الدوره، تنثقبوهم بالفرشيطة كيف تتشوفي معايا سيداتي. تنحاولوا نديروا هذه العمليه اي هذه الخدمه كامله وحنايا فوق السيليكون باش تجينا سهله نجروه فوق اللاطه اللي غتدخل الفران. تندخلوا الفران يكون سخون على 150 حتى 160 ما نفوتوش هاد الدرجه، 10 حتى 12 دقيقه وحنا رادين البال، وتنحصلوا على النتيجه اللي تتشوفي سيداتي. يمكننا نطيبوا هاد لي فون دو طارت ونحتفظوا بهم حتى النهار اللي نبغيو نحتاجوهم عاد نعمروهم بلاغاناش تاعنا. ندوزو سيداتي المرحله تاع الكروستيون او بخالا نوازيت. لهاد المرحله محتاجين المقادير التاليه: 150 غرام تاع الشوكولات من النوع الممتاز اي شوكولا غيش اولي تاع الحليب، و 250 غرام تاع البخالان نوازيت تاع البندق، و 100 غرام تاع الفويتين من النوع البني كيف تتشوفي معايا سيداتي. تندوبو الشكلاط من النوع الممتاز اللي بالحليب في حمام مريم، وحنا تنحركو بواحد المعلقه تاعت العود. نزيدو خارج النار البخالان نوازيت اي تاع البندق ونخلطو العنصرين مزيان حتى ينسجمو ما يبقاش فيهم الحبيبات نهائيا، ونزيدو الفويتين البني، ولا ما كانش هاد الفويتين مقرمش دخليه من قبل شويه الفران باش تولي فيه القرمشه. خلطي العناصر مزيان وعمري المستوى النصف فقط لي فون دو طارت نتاعك واحتفظي بهم جانبا. بالنسبه للاغاناش نوار محتاجين 400 غرام تاع الشوكولات من النوع الممتاز الاسود، 280 غرام تاع كريمه الطبخ، 70 غرام تاع التريمولين، 40 غرام تاع الجليكوز، 10 غرام تاع الزبده تاع العبار، وواحد القبصة تاعت الملحة. ندوزو نشوفو الطريقة. واحد الكاسرونة يكون القاع تاع غليظ، تنديرو كريمة الطبخ، تنديرو الجليكوز، تنديرو التريمولين، وتنديرو الملحة، تنحطوهم على النار متوسطة من الأحسن، وحنا تنحركو حتى يوصلولنا لدرجة الغليان بلا ما نحبسو التحراك باش يتخلطولنا العناصر مزيان مع بعضياتها. خارج النار تنزيدو الشوكولا الاسود من النوع الممتاز، وتنبداو نحركو بواحد المعلقه تاعت العود، نحركو مزيان ومجهد وبجهد باش
يبان لينا اللمعان كيف تتشوفي معايا سيداتي، منين تيبان لينا اللمعان عاد تنزيدو داك شويه تاع الزبده وتنحركو مزيان. خليو لا غاناش نواغ تبرد، من بعد ما تبرد تنديروها في واحد البوش كيف تتشوفي معايا سيداتي. تندوزو ناخذو لي طاختوليت تاعنا اللي حنا معمرينهم حتى النص بالكروستيون تاع البخالان والفويتين والشوكولا اولي، نكملوا التعمار تاعهم بلا غاناش نواغ كيف تتشوفي معايا، ونخليهم تيبردو ولا غاناش تشد راسها، عاد نحطو فوق منهم النوازيت كاراميليزي كيف تتشوفي معايا. وهكذا سيداتي تنوصلوا لهاد النتيجه الهائله من دواز اتاي بريستيج غاناش نوازيت او نوازيت غاناش، هائل في المنظر غزال في المذاق، اللي ذاقو تيعاود يهزو حيده اخرى، اللي ذاقو تيطلب الوصفه. الى عجبتك سيداتي الوصفه جربيها، فهي وصفه هائله بريستيج بامتياز تتحمر الوجه. ما تنساو سيداتي دعموا القناه باللايكات تاعكم، بتعليق، ببارطاج، تكلموا على القناه مع الحباب تاعكم باش نزيدوا بها القدام. ما تزبيوش القناه بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.